من منطقة على منطقة، ومن عوجي على عوجي، ومن محلي على محلي، وصلنا محلتنا، محلة حظيرة السادي. حظيرة السادي اليوم حقيقة أحبة المشاهدين راح ناخذ تقاليده، وليه سموها حظيرة السادي وبيش تشتهر، ومنه أهم العوائل والشخصيات اللي سكنتوني أو اشتغلت بمنطقة حظيرة السادي. حظيرة السادي اختلفت الآراء بيها بتسميتها، يقال أنه كانوا السادة الأعرجية ساكنين بهاي المنطقة، سموها حظيرة اللي هي يعني كمنطقة، منطقة السادة، فقبل كانوا يسموها حظيرة منطقة. أنا حسب اعتقادي أنه كلمة حظرة وليس حظيرة، حظرة السادة من نقول على ناس معينين، على أشخاص نقول حظرة، لأن سادة أعرجية يقال عليهم حظرة السادة الأعرجية أو حظرة السادة الفخرية أو النعيمية أو كثير عشائر سادة يقال عليهم حظرة، حظرة السادة. بس الماشي يقولون أنه هي كمنطقة يسموها حظرة، وهم راح نسأل بها شيابنا. وأهم الشخصيات اللي سكنت هاي المنطقة هي بيت الفخري، وأيضا بيت الدياوتشي، وأيضا بيت العبيدي أعتقد هم سكنوا هوني. كثير عوائل حقيقة، وأنا ما أريد أذكرها بالأسماء، أكو ناس يقول لك ما ذكرنا، بالعكس كل معزاز علينا، بس رمضان وصايمين فما نستذكر كل العوائل، بس نحاول هم من اللي راح نلتقيهم نسأل منو اللي سكن هوني. مثل ما ذكرتم من ضمنهم هي بيت الفخري اللي يرجع نسبهم سادة أعرجية، وعندهم تكية، وعندهم جامع السبيل خانة أو مسجد السبيل خانة بالأحرى، عندهم هوني وتكية، تكية الفخري أيضا بهذه منطقة حظيرة السادة. من الشخصيات اللي هوني أيضا نحن نستذكر أيضا المرحوم هاتف أبو السندويج، يعني شياب الله يحفظهم، والكبار السن ايضا يتذكرون هاتف ابو سندويج، كانوا يتعنون عليه من الدواسي او من غاس الجالده او من كثير مناطق، يجون ياكلون يم هاتف الله يرحمه، ويسمعوا لهم فقد نكات او تلطيف جو، يعمل بشغلات حلوه وبكلام وبقصه حلوه يعملها حتى يكسب الزباين الله يرحمه، بس اولاده موجودين. ايضا عندنا بيت العصري، بيت العصري معروف بمنطقة حظيرة السادي. عندنا أحمد للطوفي الله يرحمه. عندنا أيضاً محمد عيد الحلاق، وعندنا 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 بيت الرفاعي أيضاً يعني عندهم محل هوني وكانوا ساكنين هوني. وأيضاً لا ننسى عندنا جامعين من أهم الجوامع بهاي المنطقة، منطقة حظيرة السادي، اللي هو جامع سلطان ويس اللي دمره تنظيم داعش الإرهابي. وأيضاً عندنا جامع النبي دانيال أيضاً فجروا تنظيم داعش الإرهابي عن عيده عن روح والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم ضمن الإمكانيات عن عيد بنائه، واعتقد السلطان ويس بتكفل بيها الدكتور سعد الله الله يحفظه، هو عيبني وسع هم راح نوثق مراحل الإعمار اللي عاد تجري بجامع السلطان ويس. إذا أحبتي المشاهدين بمحلتنا هاي الحلوة العتيقة القديمة اللي رجع النبض بيها ورجعت الروح بيها، خلينا نشع رمضان هاي أيام الحلوة المباركة، نشع الأولاد اللي عايز يسوق، واللي عايز يسوق من المخضر، واللي عايز يشتغل من القصاب، واللي عايز يشتغل من المحيلين، هذا كله تجهيز إلى الفطور. وقبل الفطور راح نلتقي بهم حتى ناخذ راحتنا بالكلام وبالحديث.
واول وقفتنا بمحلتنا بحضيه الساديه يا ابو علاء. يا ابو علاء بالمحل هو مال نجاره بس ريحه البلباكه دمرتني. ترجيت المخرج خلني اغير المكان تشلم. ويا ريت المصورين والله يصوروها، والله ريحه الباكه تفتح النفس. باكه الموصل مشهوره ومعروفه. اكلنا طيب اذا كان برمضان وغير رمضان، فخلي نبتعد عن الباكه شويه ونحكي عن محلتنا اللي هي محله حظيره السادي. ابو علاء مرحبا. الف هلا مرحبا بك. نقول رمضان مبارك عليك وعلى كل العراقيين يا رب. محمد ان شاء الله على امه محمد. وما امه محمد هم. ما امه محمد جميع انحاء العالم. الكل. الكل ان شاء الله. طيب. نحن باي منطقه؟ حظيره الساده. ليش سموها حظيره الساده؟ من كثره الساده اللي كانوا موجودين قاعدين هون بيها. حسب ما يحكون الشياب الاكبر مني. ايه. قالوا اكو عده فرق من الساده كانوا، كان بلول مشهورين بالمولديات وما مولديات وضابط درباشه. فكانوا هون عده ساده موجودين هون يسموها حظيره الساده. يعني هي تقسيم مدينه الموصل تقسيم حقيقه ذكي جدا. بلي. نخشع الاخوان المسيحيين في منطقه معينه. الساده في منطقة معينه. ايه. المشاهدة. المشاهدة للهيب بمنطقة معينة. منطقة معينة. نحن عشيرتنا يسموها بيت زكو، هم منطقتنا هون معينة ببحدنا. فرع اللاخ كان بيت حساوي. نعم. وفرع اللاخ بيت العراقي. نعم. وحمام الزوية كانت هون هسه عبال الفرعوني، مال حمام الزوية، ماكو جمع العراقي. جنب هذا الفرع كان علي سامول متفوت حمام الزوية. نعم. ولدت هوني؟ ولدت هون. حضيرة السادي. السادي. ذكرياتك عن حضيرة السادي. هاي الملعب مالتنا كنا نلعب طبي هوني ونروح ونجي واكلنا وشربنا، وكان هاي الجازينو جازينو الفاروق يسموها. جازين الفاروق هذه كانت هوني العصريات العالم كله الشياب تجي تقعد بيها، شغلون ناظم الغزالي وال هذا وال يعني ما كان اكو اغاني حديثه. لا لا ماكو اغاني حديثه ماكو. نعم. والابتدائيه ماذا كم هوني؟ مدرسه العدنانيه كان المدير مالتنا محمد علي بن نجمه الهباله. قبل الحياة شو كانت؟ كانت الحياة طيبة وبسيطة وما بيها تعقيد مثل هسه. والعالم كان ناس تحب ناس وناس تقدر ناس وناس تعرف ناس، تطلع الولد من مكان هذا ابن فلان، هذا ابو فلان، هاي ام فلان، بنت فلان. انا ذكرتوها باحدى الحلقات. يعني اكو شايب هن يجي يسلم علينا انت ابن منو؟ يقول انا ابن فلان، يقول لي ايه جدك فلان، جدتك امك فلان، يعني نسيج فلاني. ايه. نسيج يعني عائلي. ايه. بيناتهم. وكان العلاقه الاخويه بين العوائل كلتها، يعني انت في محر في بعض الاوقات تجي على البيت مثلا العشويك خلصت، تبعث على جارك يجيب لك العشويه. تبعث واحد من الاولاد يابا واحد يجيب لنا على البيت فلان، يقول فلان ما عنده عشويه، يبعثون العشويه حتى الخبز يبعثون. ايه ما كان اكو صمون. ما كان اكو صمون. بعث على الجاهز. كان صمة خبز من هذا المقرص. اه. انا وعيته لهذيك. وبالتنور لو عند الغاز بالله؟ لا بالتنور هم غاز، منين كان اكو غاز؟ ماكو غاز يعني. كان التنور ونعمل خبز مع العواق بالتنور ويخلصون يعملوا حتى سجمة. العواق بالتنور؟ حتى يخلون برمه. حكيم الساعه كله يابا جاهز. يخلون البرمه خبر. بالتنور. بس يجون. بس احكي لك. خاصة رمضان الساعه ماكو. لي قدام تقول له اكلنا جاهز. ولا هو بالدوام او بالشغل تخبره تقول له جيب افطار معانا. ما انت وجيي. يرحمه لابوك ما تخشى على الامراض القصيرة بينا. ما قد تخشى على الاشياء القدسيه بينا، ما قد تخشى على اخلاق شلون صارت. قبل متعلمين على البرمه. برمه والعدس. فتيتا. ها؟ فتيتا والعصيده. فتيتا دهن الحر. ايه دهن الحر وقوصه خبز حارة قصقصه. يعني ضميرك يرتاح. اوه. اسعد انا اسعد عمري 67، هذول الشباب كلهم خلي كل واحد يجيب ايده شعرتك ياخذ ايدي. انا لحد الان بالبيت العصيده نعملها نهار الجمعه. ها. لحد الان العصيده طبعا ما يعرفوها. ايه العصيده ما يعرفوها كنت ما يعرفوها العصيده. لا ما يعرفوها هسه خاصه الشباب. لا ما يعرفوها كل شيء يسموها سوب. لا لا ما يسم ما يسم. لا سوب شكل والعصيده شكل. العصيده عرفة والله عرفها. العصيده دهن الحر. دهن الحر وطحين. وطحين وبصل وبيض. وبيض كنا ناكلها لحد الان. انا بيتي بالسكر والله عرفها. بيتي بالسكر ما يعرفوها. بيتي بالسكر ومرتي مهندسه استشاريه. نعم. الجمعه قاعده قال لكم اعملي عصيده. تعمل الدست العصيده ناكله وكل الاولاد يجون ياكلون منه. صحة. اي لك. والبرمه اكو اكلك نسيتمه الخشيشه. ايه هاي وين الخشيشه عيني؟ هاي للامانه يعني نحن ابو رمضان والله نحيي الاستاذ أزهر العبيدي وكثير عندنا وثقوا تراث المدينه كتبوا على يعني تمر عليه خشيشه بصراحه ما الخشيشه
خشيشه كانت عند مرت عمي دحام عند بشار من جهه كان ما يجي يا ولد جهه بشار نظرت انه كل ما يصير وقت مولده تعمل خشيشه الخشيشه اشني حنطه وهذا حمص وعدس وهذا كله صحاح تسلقهم كلتهم وتكملهم بالسطلات تفتلهم على بلاد المحلي هاي الخشيشه مال فلان هاي هذه يدل على الترابط الاسري والاخوه والمحبه كان بالمنطقه صح ما مثل السعتر هسه انا بالسكر اجي افوت على البيت الولا ينهجم البيت ما حد يفتح الباب يجي يقول اشكو يفوت يدق يحط يدق الباب ويقعد هسه انت ويقف ما شاء الله الشباب كلهم ملتمين وكلهم يعفوني كلهم ملتمين يعني الشباب كلهم التموا يعني هذا يدل على اكو تواصل وموجود التواصل يعني احنا بغض النظر عن الظروف التواصل كان هوني بالمنطقه القديمه اجد من المناطق الاحياء لان يعني مناطق الاحياء كل واحد من مكان نحن هواني كلتنا ابا عن جد يعني انا جدي رحت طلعت جواز ببغداد طلع لي حج زبير حج زبير كن ما كن ولد هوني قبل 800 سنه بعد بيتنا جوا هسه موجود وبيت حساوي كذلك من عايز الحساوي الله يرحمه والاكبر حساوي القصيصي ايه نعم وبيت بيت العراقي بيت صديق العراقي وذياب العراقي كلهم بهذا الفرع خلفنا بيت الفخري بيت الفخري هم كلهم موجودين هون نعم ايه كلهم منطقه كل حاجة في الاخ ونسابه وعلاقه صله بين العوائل كلها هذا كنا اخذ اخت هذا وهذا كنا اخذ اخت هذا وهذا بنت هذا ابو علاء نرجع على الاكلات خاصه برمضان ايه اشنو قبل ما هسه اشنو الماشي كان دائما كان اجد على الفطور اجد شيء الفطور كان يعملون الحنانيه ايه الحنانيه هذا تمر وهذا وبيض يقلونه بالدهن الدهن الحر والعدس هاي للفطور هاي للفطور هاي وقت النفطه اول ما نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بدنا على الحنانيه لانه دافي ودهن بيض حر وحلا تلين وحلا يعني وحلا الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى انه تمر ولبن ما صحيح؟ صح. والشوربة على طول يعني يومية مقيمة الشوربة والعدس والزلطة زين كباب قبل ما كان أكو كباب يعملون كباب بس إمتى يعملون مثلا نهار الخميس نعمل كباب ومبارس نهار الخميس يجون البنات يجون الكنين والأولاد علمية علمية يعملون كباب وكانوا إيش يعملون كانوا يعملون بعض نوبات كان يجي الغمضان بالغبيع نعمل سماق الغبيع لما يسمى القبيع وكبر علينه؟ ايه نحن لحد الان نطبخ سماق الغبيع سماق الغبيع ليش ساعتها فاضي يوم تجي عندنا بالسكر تجي على بيتنا جهزك وقل ما هو تفوت خلي المحرمه تعمل لك ويسع كله فاتحين حلقه ايش سماق الغبيع؟ سماق الغبيع حتى نوضح لهم ايش سماق الغبيع؟ سلق يقصقصون نعم مثل ما زلطه شلون وحدي وحدي؟ سلق خلي يتعلمون شويه سلق من هذا الكون بينه اسمه الكعوب بينه الكعب بالاخير بالاخير يقصقصونه هسه ما يجون يقصقصونه ويجيبون بلا كعب بلا كعب وهي كان الكعب كنا نعمله باللون اللبني ها اللبني نعمله بس طيب الكعوب هذيك كان يعملوها اللبني لحم ايه وحبيه ولبن نرجع للسماق الغبيع السماق الغبيع هذا كعب لا السلق يقصقصونه نعم الكعب ايه الكل ايه يخلونه بالماء يسلقونه معانه بصل بصل مقلي يقلونه بالدهن يخلونه بعدين يخلونه بشلغم شلغم ابيض ما احمر ايه؟ ما مال مخلل الاحمر ايه؟ شلغم ابيض وبعدين قرع ماء جبل قرع جبل قرع جبل ايه وبعدين يغلون شويه سماق سماق من هذا السماق الحامض يصبون معانه شويه حماضي السماق الاصلي ما هذا الصبغ الاصلي ما هذا من الصبغ الخالي يصبغوه ويجيبون يخلوه فوق الكباب حامض عبالك لا يمد زين ويعملون كباب صغار كباب صغار معاه يسلقون بالماء مالته يفرغون لنا ونقعد ناكل بالخبز والقصقص الكبي والماقه مالتهم والشلغم والهذا والقرع مال الجبل الاحمر على فكره الجبل الاحمر قرع الجبل الاحمر اسع شبابنا كلتهم اشياء كله هذا تعرف هذا ايش يعمل؟ يقطين كله بارتشيل قد كلهم قشره وكلهم بدال خياغم بدال خياغم بدال يقطين هذا المفاصل مالتك ترجع مثل الشباب مرتين انا جربتها هاي كنا ناكلها بالاول كل الاكل هذا زين كانت الكشكاه هسه العالم تاكلها الكشكاه والله انا تعجبني طيب الكشكاه وايش بيها؟ بيها فقط سالفه يمكن امك كانت تعمل الله يرحمها الله يرحمه وماته هذا الحمص يفوكونه بالقونيه يخشطونه ويعملوا نص نص مال ونص وحده عاد تسمعون؟ نص وحده عايز استاذ قصي والله والله
تصبح دي على الكشكا جبناه وعن نحكي على الكشكا يعني هم بيها فنيات عشان ما بيها فنيات عشان أسع والله النص ما يعرفون شنو كشكا أسع ثلاث أرباع النسوان مع احتراماتي اللي ما يعرفون يطبخوها بس النسوان القدامة القدامة بس تعرف تطبخ والله ذي كلام عملوا كشكا تبسي القد يكتور الظهر ألو حافي مدبقة؟ لا ما مدبقة لا نيشفي نيشفي قليل يعني بيها شوية ناس ايه حتى يصير طيبة أكو منهم يعملوا على عصير عيس على كذا صير أم الصير صير ايه صير ايه صير ويخلوا له معجون ايه معجون يصير طيبة حتى أكو منهم يخلوا له كاري أكو كاري يعجبهم صفغة ايه كاري أبو علاء الله يديم النعمة عليكم يا رب الجميع إن شاء الله وعلى العراقيين كلهم وعلى العراقيين كلهم الموضوع عن عوائلنا وعن الأكلة والله ما يخلص لا ما يخلص وسع إلى نحكي إلى السحوق ما يخلص لا ما يخلص لأنه متشعب كثير متشعب ويشعب وأكو مجالات كثير بها كلام مجالات كثيرة يعني هاي المنطقة مالتنا هون باب المسجد خرج الدكاترة وأساتذة وضباط واشكال هي من المدينه هي القديمه هي طلعت هذا مثل هسه مثل من هوني طلع ضباط مثل خالد على ابن عمي امين نعم فريق ركن فريق مال امر مدفعيه مال فرقه 12 ودكتور سعد الله محمد يزكو العياده ماله بالمستشفى بروفيسور بالطب وغيرهم جماعه وجماعه كثيرين طلعت من هوني وجماعه من بيت حساوي هذا اكرم ووعد من عايز الحساوي هم دكتور ابو علاء انا قبل ما اودعك اسالك كم سؤال ايه تفضل بالنسبة للفطور أنت تقلم عملوا فلان شيلوا هي معملون وأمرك الله لا الأشياء الثابتة هاي المات المغادي الحنانية والشوربة والزلطة هاي ما يحتاج لها القاضي بعض نبات يعملوا تمن ومرق بعض نبات دولمة إيه تعجبك الدولمة أنا ما تعجبني الدولمة بعد لا والله إيه أسأل أتسأل المات قال لك من نعمل دولمة نعمل غيرك وما تزعل ما تزعل لا إيه؟ وأشتغل الأغراض ما أعرف محمد هوني أتسوق الأغراض مال القاعة والطماطاي والباذنجاناي والسلق كله السوق المية ودي المية يعملون خوف له احترام لا احترام احترام ما بعض منهم يعني كوي خاف لا لا, 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 لا أنا عندي أخذته الحمد لله بتعمي ومغبى معاه من ولده صغير ويحفظكم وكبرنا وصاوي عط قسمه صارت قسمه الحمد يحفظكم لله يحفظكم يا رب هي. تستشارني بعض الأشياء استشار بعض حلو الأشياء حلو هذا هذا توافق توافق حلو اليوم اشنو غحا تتوقع غحا يطبخوا لك على الفطور انا متوقع اليوم يعملوا لنا تشريب مال حمص على القولات تعجبك القولات ايه يعجبني القولات والحمص ايه هاي طيبه تشريب او مال هبيط هم تعجبني يا مال هبيط والله ايه طب انا بالنسبه لي ما لي شغل من هذول الشباب مال الساعه يريد له ستيك ويريد له معفش ويريد له انا كلك لاعب القديمي والله ابو علاء يقفون الاولاد ولادي يسووا يشتغلون هاي الشغلات ما حش يسموها سباكتي وما سباكتي وما لفات هذه الزنجر ومنجر والله فلا تعجبني ما وما انزل خلي ميهم نروح نشتغل ما طيب زنجر ومنجر ما طيب يا وين ما صحيه اسعد تحكي لي على الشغلات الاكلات الصحيه هذا هذا والله هاي تبغض القلب والله لو تاكل اللبنيه المضبوطه تاكلها ماكو على لحم غنم ما مال على مال نخمي نخمي مال حولي مال حولي صغير اعمل له شعشقه طيبه تكون طيبه ما لبني قبل ما اودعك اريد اسالك اسئله تجاوبني عليها اي ذاكرتك عن 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 منطقتك اللي هي محلتنا خلينا نقول محلتنا محلت حديقه الساده حديقه الساده احمد طوفي الله يرحمه تتذكروا اتذكروا ايش كان يبيع كان يبيع طحينيه وكان يبيع لبن رجال كبير يشمع على غاز واني بالصدر لما يتفوت من يم سلطان ويس محمد عيد مختار مالتنا والمؤذن ما جيه مع سلطان ويس وحلاق وحلاق كان يشتغل نفسه دكانه يم بيته نفس المكانوني اسالك ابو غازي اسالك شوشه الله يرحمه شوشه مرت علي بصل يسمونه كان نجار مال القنصورات ايش تبيع؟ كانت تبيع خيوط وقبشات وبالبيت تفتح باب البيت الميز قدامك توقف تبيعك اشتري صحتك وذاكرتك قوية شكرا تسلم الف هلا بيك هلا سيام مقبول ان شاء الله اذا احبتي المشاهدين بعد النجاح ابو علاء بالامتحان ما شاء الله والله طلع عكال مقبول وعنده مزاج بالاكل بس بشيء معقول الف بشيء صحي الف هلا بيك ايضا احبتي المشاهدين راح نتجول منطقة حديقة السادي ونرجع اطباع ومعنويات الناس برمضان هذا رمضان الكريم اللي هل
العراق كله يا رب العالمين. بمنطقة حضيرة السادي فتنا على أحدى البيوت المباركة، وإن شاء الله دائما مباركة، وبيوت العراقيين كلها مباركة وخير وبركة. بيت أبو عمر، بيت أبو عمر أكيد يعني هو ضرر بوقت التحرير، بس الحمد لله رجع أحسن من قبل الحمد لله، بوجودهم ووجود الأطفال والأولاد ما شاء الله عمرونه وصبغونه، فقلنا شوي هم نقعد ندردش معاهم بغمضان وتعبانين ما كنا نقضيها بالشارع وحاغة، فقلنا شوي ندردش مع أبو عمر سولف على هاي منطقة حديقة السادي. نعم. هاي المنطقة القديمة، منطقة باب المسجد بالتحديد، باب المسجد. أي نعم، محلت أو منطقة حديقة السادي محلت باب المسجد بالتحديد. أبو عمر مرحبا. هلا بيك يا مرحبا. أقول عليكم رمضان كريم يا رب. الله يبارك بيك وعلى العراقيين كله إن شاء الله أجمع إن شاء الله. تحكي لنا هاي منطقة باب المسجد، هي كمحلي محلة باب المسجد. نعم. ما تمام؟ نعم، كمنطقة ومحلي هم يسموها باب المسجد، العفو حديقة السادي. حديقة السادي باب المسجد، بس من ضمنه باب. نعم. المسجد. نعم. لأن اكو مسجد سموه باب المسجد. نعم. نعم. تحكي لي على العوائل القديمة اللي هنا الهوني اللي سكنت. والله استاذ زياد احنا يعني من الناس القدماء بهاي المنطقة، فالمنطقة يعني كان بيها الناس الأصلاء اللي موجودين كانوا بيها، ما يعني اقول لك هسه، قبل يعني احكي لك احنا يعني ولادتنا بهاي المنطقة، فعشنا احنا يعني اطفال عشنا بالمنطقه، كانت الاجواء غير شكل والظروف كانت غير شكل، كانت ناس متلائمه مع ناس كويسه، متلائمه ابو عمر على كيفك يعني، هم طيبين كانت اكثر كانت اكثر يعني، كان حبايب، ناس تحب ناس، ناس تثق في الناس زين، كان يعني اذا الجيران يطبخون اكل لازم يجيبون الجيران، منين يعني تعرف تفوح الغيحة، احنا بيوتنا يعني متلاصقة يعني ناس مع ناس. نعم. ايه فواحد يطعم لله، واكثر البيوت كان قبل بيع عباغات يعني مثل شباك هكذا، واحد ينطي لله واحد ياخذ من الله هالشكل. هادي ابو عمر الشباك، خليك معي استاذ قصي. نعم. ابو عمر قال خوش كلام ما حد تطرق له. نعم. بصراحة حتى بكتب التاريخ ما حد تطرق له، اللي هي الشباك أو الفتحة. نعم. بين البيوت، وهي كانت موجودة. موجودة. نعم. من بيت على بيت أكو فتحة، هذه حتى للتواصل بيناتهم. بس إيش يسموها؟ عباغة يسموها. عباغة أو عغزوني. إيه عغزيلي. عغزيني أو يعني أكو يمكن حتى أغنية. بلي. شامية العرزوني. بلي بلي صحيح. العرزوني العرزوني يمكن حسب ما أتذكر. هاي العغزوني هي نقطة تواصل أو محطة تواصل ما بين الجيران، أم عمر تحكي مع جارته أم أحمد أو أم عمر أو أم خالد أو شع منه من فلان شيء أغيد فلان شيء أو يسالمون، يعني صعب إنه يطلعون برا. لا فهذه باعتبار أباغة بيناتهم يعني بيوت. ايه. مفتوحة على بعضها، وأكثر باعتبار. وأكثر البيوت كانوا يعني أشو نقول عمك خالك، فالبيوت كانوا يعني ملتصقين واحد مع الاخ، وكان اكو تلائم قوي بيناتهم، يعني تعرف انت كنت مثل نار كله بالشغل، التلائم ويصير بيصير يصير عند النساء. نعم. النساء دائما كان يعني ايش تقول متوالمين. نعم. زين مع الاطفال مع الشباب، واكثر يعني كان يصير يعني حتى يصير يعني ايش تقول واحد ياخذ من عند الاخ يعني. انا كيف عادي يعني إيه؟ انه واحد يخطب من الاخ اي زي هالشكل إيه؟ يعني واحد واحد ياخذ من جيران ويقول لك هذولي انا عويصه بوا إيه، هاي البنت تغبط قدامنا ونعرفها ونعرفها إيه؟ ونعرف اخلاقها، ناخذها هاي البنت ما ناخذ غيرها إيه، يعني ما كان اكو انترنت، ما كان اكو لا انترنت ولا كان اكو موبايل ولا كان اكو، يمكن حتى يجوز اذا دي يخشعها مثل تطلع تنشرح واسع السطح بس يدحق ويغض النظر عنا. زين فيعني كان اكو تلائم يعني موجود بين الناس
وكانت البساطة لا تنسى البساطة يعني زين. كانت البيوت تفوت عليها ما بيها أي شيء، ما بيها جودليات ومخيديد وهاي السغيديب مالنا الذي احنا عشنا بيها. كنا ننزل ننام بالسغداب، ننزل ننام بالسغداب، يفرشوننا الظهر نتغدى وننام بالسغداب. وكانت وقت الظهرية كانت الحجية طلعنا على السطح نتغدى، بالسطح نتغدى. وتفرشون تنامون فوق بالليل، ننام فوق بالسطح. والظهر كنا الظهر بالظهر كان يعني مثل الجو مثل هسع مثل هالايام، يطلعونا فوق على الشمس زين، نشمس نتغدى ونشرب شاي. اما كان سفره اشونا الناس تطلع سفره، احنا سفرتنا بالسطح نطلع زين. وبننزل الظهر ننام بالسغداب، تنام تطمس بالنومي زين، ماكو لا فغش كلته، كله فغش يعني، كل فغش يعني نومي مريحه. يعني انا عندي شخص خطيب مال جامع صديقي اسمه مجاهد، حاج مجاهد، يجي اكثر المرار عندي، كان يجي يقول لي اريد انام جوا عندك بالسوداب. اقول ليش؟ يقول لي انا من اجي عندك يقول يعني اشمط كل الفيش، يقول انام يعني نومي يعني عميق انام، يقول ارتاح هوني، لا مبرده لا بانكا لا ذبيني لا بقاي صحي. يعني تصور احنا عشنا هاي احنا اطفال الى حد ما اكبرنا ما نعرف البقاي اشنو، بقاي ماكو، ما تيجي تون يعني. تروح هسه على بيوت، اكو بيوت يعني شرقيه وبيها خضار، ما تطيق تنام من البق. مره يعني حجي والدتي قالت لي بس تعال نام عندنا بالبلديات، قلت لهم والله اذا انام عندك انا للصبح اظل قاعد زين. انت والولاد متاقلمين هوني، متعلمين هوني، طيبي عوجاتنا طيبي ومحيليلنا طيبي، العوجات طيبي وناسه طيبين وقريبي على السوق. هذا باب سنجاق بس تصليوني سوق اللبن، راح تجيب اللبن والبيض، واللبن والقشفي والبيض مال العرب بدن الحار، وتطلع هوني على الحظيره ما شاء الله خير وخيرات. الخضروات كان قبل يفترون هوني بالمحيليل بالقوترة، يبيعون ماكو بالكيلو، ايه قوترة يبيعون الشمزي ويبيعون البطيخ كله قوترة. تغشع بالصيف ينتلي السغداب مالنا شمزي وبطيخ زين، هذا يقف يصيح قوترة قوترة قوترة، نقف نشتغي منه. هاي الغاغة ماله ماكو تكرم نشيله على الدابي، نشتغيها كلها منه زين. من يشتغي بالكيلو يقعد يوزن لك ماكو هاك شيء. الخير كان ما شاء الله واجد كان زين، خاصة هاي منطقة الحظيرة يعني ايش اقول لك، يعني ما يقولون هذا منطقة باب الطوب، ويعني منطقة شعبية كانت يعني ما تخلى من الناس. ابو عمر من العوائل القديمة واغلبية التسميات تكون على اسم نساء يعني، نعم وانت تتذكرهم يعني. بلي بلي نعم. منو من الاسماء اللي تتذكرها؟ والله كان قد وليش يعني يسموه على اسم نسوان يعني؟ هسه اقول لك يعني ليش بيت ابو عمر، بيت ابو عمر تمام، ليش يقولون بيت فلاني ايه او بيت ما هي مدح قصع. هسه كان هوني مقابيل بيتي يعني احكي لك، هي ما هسع بالستينات كان بيت هنوف يقولوا لهم الام، ما اسمه هنوف ايه؟ بيت اليمم كان بيت زمرود، هي اسمه زمرود، ايه زمرود. بيت اليمم بيت صبريه زين، هذا ذكرت لي هو استاذ عبد المجيد، كان ما يقولون بيت عبد المجيد كان يقولون بيت العغوص، يسمونه بيت العغوص. ليش؟ هو تزوج هوني وبقى مرته عغوص 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 ومشيت علينا بيت العغوص، ظلت عليها بيت العغوص. يعني تصور يعني تصدق انا قبل عملوا العام جت وحدي حغمي دقت الباب قالت لي هذا انت حجي قاعد هوني من زمان، قلت له حجي انا ولادتي هوني بهاي المنطقه. قالت لي ما عاد اعرفها، قلت له انا ابن سهام، امي اسمها سهام. قلت له ايه هذا بيتنا؟ قالت لك انا بيتي ايه هناك. قلت له هذا كان بيت العغوص. قالت لي انا العغوص. هي العغوص جيت والله العظيم حومي كبيره بقد محروسه حجيت محروسه. قلت له ما تعرفيني؟ قالت مبلي والله اعرف الاولاد، اعرف عباس واعرف مزاحم. قلت له انا مزاحم. فيعني بيت حربيه، بيت حربيه هذا اليمنى، اي هذا إيه؟ هذا اليمنى بيت حربيه. المقابيلو كان بيت فوزيه زين، المقابيلو شوي لي جوا هناك كان بيت كوكب، وبس كان اكو بيت جاره ابو الدنق، كان عنده دنق يطحن حنطه وبرغل يطحن، ما كنا نعرف اسم مغتو. ليش ما علم؟ ما يعلم، ولكن خشعناها المغتو. يعني تعرف كان قبل النسوان من يمشون يطلعون بغا يلبسون بوشي، كان ايه يعني ما تطلع مفرعه
ماكو بغم فرعه بوشي اكو بوشي واكو بوشيتين يخلون اي ما لحقوا عليها الساعه ايه. كلها ربطات ماكو الساعه وعفشنا ايه. ايه. بوشي كانت والمغات تلبس عباي وتروح وتجي الناس كان يعني كان محافظين يعني احنا المدينه الوحيده بالعراق كله الذي حافظت على هذا الشيء زين حافظ على هاي الاصاله هاي اصاله ابو عمر ليش يعني باسم اسماء نساء يعني والله كان النساء كان فعلا يعني مشهور كان النسوان قبل اقواي وكانوا حريصين على بيوتهم وعلى زواجتهم وعلى عتبة بابهم اي نعم يعني اللي كان يجمعون النسوان كان قبل يعملون سليقة دست السليقة هذا كان يفتر على محلي كله اذا انت تتذكر كان اكو مقالة يحزوها يقول له اسود اسيود بذن مغيود يفتر محلة اسمه عبد الله هو اشنو هو دست السليقة هذا دست السليقة كان ما يفرغ من البيوت النسوان كلها تتعاون علينه زين يسلقون الحنطة ويرجعون يخلوها بالسطوحات ينشفوها للحنطة ها وهم الكل تتعاون عليها هم يتعاونون عليها وكلها يرجعون يلموها ويصب يودوها عند بيت جار عدنق يودوها يعملوها برغل ويعملوها كشكا ويعملوها حبية ويعملوها أشكال يعملوها طحين يعملوها والبيوت كان ماكو هذا كان كواغات قبل الكواغات مال الطين هاي الكباغ نعم يعني الموني ما سنة كاملة يعني أبو البيت ما يروح يشتغلوا بالزرف وبالكيلة ويشتغل بالهذا لا السغداب موجود موني عنده بيته السغداب موجود السغيديب موجود يخلون أشكال ألوان يخلون بيها التمر ما سنة كاملة البرمة العدس يعني كل هاي الموجودة كانت وهذه من يقوم بيها هذه تقوم بها المغى كانت تقوم بهذا الواجب الحقيقي الذي هو أولا تربية الأولاد زين تربية الأولاد بعدين نظافة البيت زين بعدين نظافة الرجل من يجي زوجها تكون حضرت له الأكل تغسل حواسه مخدته نظيفة خاليته ما حد يمسح بيها يعني كان أكو فرق شيء مميز الرجل كان ممن يفوت على البيت الكل يصطندقون ويجي الأب يجي فرق شيء كبير يجي محمل ومزمه شيل رشع شيل الله قسمه يجي كنا احنا اولاد صغار كان من يجي ابوي كنا نقف صغار نصيح نقول جاء بابا جاء ابوي زين هسه يجي يفوت الاب يفوت ويطلع ولحد ما حد يقول له يا صبك انت اشنو منو يعني هذه والله ابو عمر يعني هسه مع الاسف انت تحكي بس اي اعتصرنا الم نحن والله وحتى المشاهدين قبل من يفوت الاب يعني من يحكي هيبة إلى يحكي كلامه يحكي كلامه هسه إلى يحكي بس خليه يخلص المسلسل ايه بس خليه يخلص هاي كوشي موشي اسمها مسلسلات الهندية ما اي نعم بس خليه تخلص هاي الهندية صحيح والله بس خليه تخلص هاي الأغنية نعم أو قاعد بالموبايل ايش تريد منو ايش عاد تحكي اي هكذا فرق كبير طبعا شو ماكو فرق فرق كبير ابو عمر والله احنا يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه الناس الاصلاء انه يرجعون على اصلهم يعني هذا البيوت العامره باهلها لازم ترجع على اصالتها لان الاصاله ماكو اطيب منها اكيد انت لما تحافظ على بيتك وتحافظ على تربيه اولادك زين الولد كان قبل يقولون نخاف عليه ازيد من البنت زين يراقبون ويصب يروح ويصب يجي مع من يمشي يقعد ياكل احنا كنا نقعد ناكل كلتنا بسفره وحدي وكان تمي كل واحد تخلي له سهمه قدامه هاي حصته هاي حصته هذه ما يصير ياكل ازيد من سهمه زين ليش حتى يتعلم تقول له ياكل القناعة. ياكل ويقول له يدم بالاكل مالك زين هسه على الولد يجي يبعثر بالاكل ويقوم ويطش الاكل وما هذا يعجبني وهذا ما يعجبني ماكو كان قبل كل تقعد على صفة وحدي وكل تاكل اكل زين كان ابوي الله ماكم يرضون باللي قسموا هذه هالموجود هذا يقول رحم الله من مسح الماعون هذا الماعون انت من عاد تاكل بينه ما يصير كان ما حد يطش فضلات مال اكل ابو عمر القصص بمحلتك كثير حلوه نعم والله والحديث من عنا ما يخلص ايش عاد تحكي يطلع لنا سالفه اللخ حلوي اي نعم ونحكي على سالفه اللخ حلوي تشعب هاي السالفه الحلوه الى مواضيع اخرى ما تمام نعم بس نحن برمضان ايش يعجبك برمضان فطور
والله هي بصراحه ضحك والله هو الصراحه حلوه انت وما بيها شيء. انت برمضان يعني تشتهي كل الاكل تريد تاكل وكله تطلبه؟ يعني تقول لهم مثل اليوم اعملوا لي مثل دولمه، اعملوا لي عدس، اعملوا لي حبيه، اعملوا لي مقلوبي، اعملوا لي هاي. تعجبك المقلوبي؟ ايه والله طيب. ايه والله المقلوبي تعجبني، اللبني تعجبني والله. ايه كان قبل يعملوا لنا زبيبي ويعملوا لنا خشيشي. ايه يعملوا لنا مجدغه. مجدغه ايه ومبرغله يعملون والله. ايه وكان تمي تلف الدولمه. إيه؟ تلف الدولمه تعملها نص برغل ونص تمن تعملها، تقول حتى ما يعجبه ياكل من هاي ياكل من هاي. شكلين تعملها استعملوا هاي منو ايه ما تعمل ما تعمل الدولمه تعمل شكلين تعملها وين سوين قبل. ايه ويلفون ويلفون الدولمه كان بالقشط مال اللحم. يابا ايه يلفوه قشطون تصير طيبه. قشط اللحم؟ قشط هي القشط هذا يقشطونه ماكو مال حتى ينطي دسامي حتى ينطي يعني ينطي فوق الشيء هكذا رونقه حلو يطلع زين. يعني اكو تعرف بعض امرار اكو رجال ما يعجبوا الدولمه فكان يتفننون بيها، يخلون بسفله عظام، يخلون برزولا، يخلون زند بيها. ابو عمر ايه والله البيحه خبروني من البيت. ايه قالوا يبقى جيب شوشه عغيش. يلا هذا عغيش عغيش اي عغيش سوري ما عرفت ما ايه ما هو جاهز ما ايه ما الدولمه ايه قبل الدولمه جيب لنا عغيش. يعني انا يعني اتذكر والدتي كان حتى القشر مال الدولمه كان ما زدته، القشر هذا مال البصل ما اقول ايه ما زدته تلفينه. اقل يوم ليش ما زدتينه؟ وتقول ول هي هذه انت تذوق التمه ناي من تطلع القشر الخارجي القشر هذا الاحمر. ايه ما يزتونه كان يلفون بينه الدولمه ويطلع فوق الشيء فوق الطعم بينه ما كنت اكلت منه ابد. وفوق يوم ان شاء الله طعمك اياي الاقلي من عند ام عمر، لان ام عمر تعلمت كثير تعلمت الشغلات من عند امي تعرف الله يرحمها. لا موجود طيب حجيد موجودي. نعم. ايه موجودي بس ايش خطي تعباني هسه يعني الصحه والعافيه يعني على اساس اليوم غدا اروح اجيبها تتونس هوني عندنا تقول قلبي ينفتح هوني على الهواء وطيبي بيتكم نفى. اي والله نفى قاعدين باي البيوت مكمخه وقاعدين بالاوده والله ما طيبي زين. احنا يعني سبحان الله ابو عمر الحجي لا تقعد باب الحوش تسوى عبالك ما تمام تسوى المولات كلتها. أيوة والله, أيوة. والله تمام لو ما تمام نعم بالفعل. ف الطلبات انت تمليها على ام عمر ام عمر عاد تضحك من بعيد. اي كوي يخاف يخاف ما يخالف. لا لا انت تملي طلبات اغيد فلان شيء وفلان شيء لو هي بكيفها. والله هي تعرف شو ما على قلك هي يعني اخذت درس يعني درس اخذت من عند والدتي درس دحق. عميق جوابك دبلوماسي. نعم مثل يعني بصراحه جواب بلي. سياسي بلي بلي. انا ما اغي جواب سياسي. انت تملي عليها ايه. الطلبات اعملي فلان شيء لو هي بكيفها. لا لا اكثر الامرار يعني انا اقول لها اعملي مثل فلان شيء يعني ما تثني علينا ورأسا تعمله. ايه ينبر قدام التلفزيون وعاد تسمعك. لا لا هي يعني مطيعه يعني انت انت معيشرنا وتعرف ابو عمر انت عزيز علي. الله يعزك ام عمر اخت عزيز علينا والله. الله يعزك والنعم منكم. انا من يعني اجيب هاي العوجات والله شرف بيك عوجاتنا واهلنا وبين ناسنا. نعم والنعم والله تغد الروح بيب والله. عندي تسوى المولات كلها تمام. نعم وكثير اسواق مع والله اعتذارنا واعتزازنا للاسواق. استاذ زياد انت تعرف حق المعرفه احنا قبل كل الناس رجعنا على المنطقه القديمه اول الناس. اشنو السبب الذي خلانا نرجع؟ احنا معتزين ببيوتنا معتزين يعني كثير شغلات احنا معتزين بها. انا جيت زين الله لا يعيده وما اريد نقلب مواجع. نعم. الجثث بغى وانت كنت ساكنوني تمام. اي نعم جيت انا رجعت قبل كل الناس. ليش رجعت انا تعرف يعني انت يعني انا احكي لك سالفه يعني المخدي اذا مالتي اذا ابدلها صدقني ما انام للصبح. اكيد اغيد مخدتي الذي انا انام عليها واغيد مكاني الذي انا ارتاح بيه. يمكن اذا تعزمني بمكان حتى لو ارقى مكان اريد انام ما اطيق انام الا اجي على مكاني انام. تتعلم وتثنى ما اطيق الا متعلم يعني كل انسان متعلم على فرد شيء يعني ثابت زين. انا ما لي علاقه استعب هذا الجيل وهذا احنا عم نحكي يعني احنا القدماء زين متعلمين. انا هسه من اقعد اكل اذا ما معلقتي ما اكل بيها يعرفون معلقتي هذه المعلقه مالي ما حد ياكل بيها هاي معلقتي انا كن اخذت يعني علي زين هكذا يعني
الماعون مالي يعوفون يعني يعوفون ايش يجيبوا لي زين ليش هاي يعني عشرة العمر وتعرف انت اكيد لما عشرة عمر عندك وعندك مغى اصيلي فتعرف ايش تريد يعني بلا ما تقل انت والنعم منك ومن ام عمر والحديث معاك كثير طيب الله يخليك الله يبارك وقل لكم ان شاء الله صيام مقبول يا رب الله يبارك فيك بس ما حكينا على السوس وعلى الزبيب والله السوس والزبيب هاي حلقه ان شاء الله ان شاء الله نعملنا لقاء الله معاك ان شاء الله اذا احبتي المشاهدين من يم بيت ابو عمر اخوي وصديقي وحبيبي الله يسلمك منطقه باب المسجد بالتحديد شكرا ابو عمر اهلا وسهلا وصيام مقبول ان شاء الله ودعاء المستجاب الله يبارك عليك وعلى العراقيين كلهم ان شاء الله اذا احبتي المشاهدين الى هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محلتنا انتظرونا بمحله ثانيه وبمكان ثانيه وبسوالف حلوه ثانيه تقبلوا تحيات كادر العمل تقبلوا تحياتي انا زياد الصميدعي إلى اللقاء.